السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده يا رب. اليوم البنات غنشارك معكم هاد حلوه لاكريم سهله بذوق الكراميل، شي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف البنات، غادي تعجبكم. ما تحتاجوش تشريوها من برا نهائيا، تقدروا تصايبوها في الدار بمكونات في المتناول وسهله جدا وبدون اضافه لكثيره البنات، بدون جيلاتين، بغلاساج اقتصادي. غادي يعجبكم بزاف البنات الفيديو، تابعوا حتى الاخير، ما تنسونيش من لايكات كما العاده. ويلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا البنات غادي نحتاج البيضه واحده وربع كاس ديال السكر خشن او سكر سنيده، هنايا معلقه صغيره ديال نكهه الكراميل، تقدروا تعوضوها بالفاني. بما ان الطارطه البنات الحلوه بذوق الكراميل، هنا غادي نستعمل النكهه. هنا غادي نزيد ربع كاس ديال الحليب اللي يكون دافي وربع كاس ديال الماء، غادي نزيد عليه معلقه صغيره او شويه ديال قهوه سريعه الذوبان، غادي نخلط كل شيء. من بعد البنات غادي نزيد ربع كاس ديال الزيت. دائما المقادير البنات غادي نخليهم لكم بالجراماج في صندوق الوصف. هنا غادي نزيد معلقه ديال بودره الكاكاو وغادي نزيد كاس الا ربع ديال الدقيق. صافي، هنايا العمليه البنات سهله، كنخلطوا مزيان حتى يتجانسوا لنا العناصر. هنايا البنات من بعد غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل اللي دائما كنقول لكم تعطي واحد الهشاشه للجينواز او الكيك. من بعد غادي نزيد معلقه صغيره ديال خميره الحلويات او الخميره ديال الحلوى البنات، هي اخر مرحله. من بعد البنات غادي نحتاج هذا السيركل هذا وبابي كويسون او ورق الطبخ وواحد البلاطو فاش غادي ندخلها للفرن. الا عندكم المول من الاحسن، انا هنايا عندي غير هاد السيركل، القطر ديالو البنات 20 سنتيم، هذا هو القطر ديالو اللي غادي يحتاج، اللي غادي القياس ديال هاد الخليط هذا. صافي، هنايا غادي ندخلو الفران مده 10 دقائق 180 درجه، هذا هو القوام ديالها البنات، كتجي رطبه بزاف وبحال جينواز. صافي البنات، هنايا غادي نرد السيركل اللي درت في الاول، وغادي نحتاج واحد شويه ديال الحليب، ربع كاس تقريبا مع معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، غادي نشرب هذيك الجينواز وغادي نخليها من بعد. هنايا البنات غادي نحتاج 400 غرام او 200 200، المهم المجموع 400 ملي ديال الكريمه السائله، وغادي نزيد عليها 75 غرام ديال بودرة شانتيي، وهنايا عندي ساشية ديال فيكس ديال الكريمة. هنا غادي نزيد معلقة صغيرة ديال الكراميل، مذاق نكهة الكراميل، وغادي نضرب الكريمة حتى تطلع ليا، ما غاديش نطلعها بزاف البنات، غندير غير النص ديالها، وغادي نزيد عليها 250 غرام ديال جبن الماسكاربون، ضروري البنات من الماسكاربون باش تشد لكم شويه الكريمه. صافي، هنا كنكمل الطلع ديال الكريمه حتى تولي على هذا الشكل هذا ونخليها من بعد. هنايا البنات غادي ندوز نحضر واحد الطبقه ديال المكسرات. هنا عندي كاس ديال السكر سنيده، غادي نذوبو حتى يولي بحال كراميل، وغادي نزيد عليه جوج معلقات كبار ديال الزبده حتى يذوبوا على هذا الشكل هذا. هاد الطبقه البنات كتجي زوينه في الوسط ديال الكاطو، تتعطي واحد القرمشه زوينه بزاف. صافي، هنايا كندوب هذيك الزبده دائما مع التحريك، وغادي نزيد واحد جوج صفار البيض مع التحركه البنات، ضروري تحركوا حيت كيكون الخليط سخون والبيض غادي يتجمع لينا، غادي نحركوا بسرعه باش ما يتجمعش لينا البيض. هاد الدور ديال هاد البيضه البنات كيعطي واحد الرطوبه للكريمه، ما كيخليهاش تقساح. صافي، هنايا غادي نزيد تقريبا واحد 20 غرام ديال المكسرات اللي عندكم البنات، كاوكاو اللوز او اللي كان. صافي، هنايا ملي كيتجمع لينا الخليط كنديروه كطبقه اولى فوق هاد الجينواز،
كما قلت لكم البنات هاد الطبقه هذه تجي زوينه زوينه بزاف مقرمشه. ضروري ملي كندخلوا هكايا شي كروستيون هكا شي حاجه مقرمله كتجي زوينه في الكاطو. صافي هنايا كنقاد السطح ديالها وكنخليها تبرد شويه، ومن بعد غادي نزيد عليها الكريمه اللي صاوبت. نحاول نقادها مزيان صافي، وندخلها المجمد تقريبا تبات من الاحسن تبات ليله كامله. هنايا البنات غادي ندوز نصاوب كلاصاج ميروار، واحد كلاصاج ساهل البنات اقتصادي. عندي كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر، غادي نخليوهم حتى تقريبا 5 دقائق، ومن بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الماء مع معلقه ديال مايزينا او بودره النشا الذره. غادي نخلطهم هكا كما كتشوفوا، وغادي نزيدهم على داك السيرو اللي صاوبت. من بعد المهم هنايا حتى دوز تقريبا 5 دقائق غير يتبدل ليا اللون يولي شويه صفر، وغادي نزيد عليه داك الخليط. هنا البنات غادي نحرك مع تحريك ضروري حتى يعقد شويه، من بعد غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال نكهه الكراميل، وإلا كان عندكم ملون احسن تزيدوا حتى هو حتى هو رازتو في الاخير باش يعطينا داك اللون ديال الكراميل اللي تيكون غامق الميل البني. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكلاصاج. هنايا البنات من بعد ما جمدات ليله كامله غادي نديمو ليها، غادي نحيد هذاك الاطار وغادي نصب فوقها هذاك الكلاصاج. من بعد ما برد شويه ما تديروش سخون حتى يبرد شويه وصافي يكون دافي. صافي هنا كنكمل العمليه ديال الكلاصاج. كما كتشوفوا البنات هنايا كنحاول نغطي السطح مزيان، وهذوك الجوانب غادي ندير لهم واحد العمليه اخرى. المهم كنحاولوا نغطيوها كامله. هنايا غادي نشد واحد الكيردون البنات، وغادي نحيد هذوك الفقاعات باش ما يبقاوش ليا عايبين في السطح. ضروري هاد البنات ضروري البنات هاد العمليه باش يبقى السطح ديال التورطه يبقى مقاد. صافي هنايا كنهز هذاك الفائض اللي بقى لي لتحت، وكنعمر هذوك الجناب اللي بقاو ليا خاويين. المهم العمليه سهله البنات، كنبقى هكا حتى تنغطي كاع الجوانب. صافي البنات هنايا كناخد واحد شويه ديال اللوز ايفيلي كنحمرو شويه في الفران وكنغطي به هذوك الجوانب. تقدروا تزينوا باي حاجه البنات عندكم، بفيرميسيل او اي حاجه، المهم خاص المهم نغطيو هذوك الجناب وصافي. العمليه سهله البنات، ماشي زعما ماشي واعره بزاف. هنايا غادي ندوز نصايب واحد الشكل ديال الشوكولاط الابيض غير للتزيين. هنايا ذوبت واحد شويه ديال الشوكولاط الابيض، وغادي نسرحه فوق هاد الورق ديال بابي كويسون او ورق المطبخ. غادي ندخلهم المجمد، وهنايا تندير هنايا خطوط بالكراميل او صلصه الكراميل، خطوط عشوائيه كتزين وصافي. غادي ندخلو مجمد حتى يجمد، وغادي نزين بهم. هنايا غادي نكمل التزيين ديال الطورطه. هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الشوكولاط الابيض في واحد القمع، وغادي ندير هاد الخطوط هادي عشوائيه البنات. المهم التزيين تيبقى لكم الذوق لكل واحد. كما كتشوفوا البنات هذه هي العمليه. المهم التزيين كما قلت لكم اي واحد يزين كما بغى. صافي هنايا من بعد كندير خطوط ديال الكريمه ديال الكراميل او لاصوص كراميل. هنايا من بعد ما جمد ليا داك الشوكولاط الابيض غادي نقسموه هكايا عشوائيا، وغادي نديرهم على السطح ديال 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 الحلوه. كما كتشوفوا البنات تيبقى لكم اختيار، كما قلت لكم
تيبقى غير مجرد تشاركوا الافكار وصافي. صافي كما كتشوفوا بحال هذه العمليه هذه. من بعد كنزيد هاد الحبات ديال فيرير روشي ديال الشوكولات. مهم كما كنقول لكم دائما تزين تيبقى لكم اختيار. هذا هو الشكل النهائي البنات. هذا هو الشكل النهائي. هنا غادي نقسمها معكم. هنايا السكينه البنات راني سخنته مزيان بالماء السخون، عاد غادي نقطعها باش تكون ساهله في التقطيع. هذا هو الشكل النهائي البنات، كتجي على هذا الشكل هذا من الوسط. هنايا غادي نوريها لكم، كتجي زوينه زوينه البنات، غير جربوها راه غادي تعجبكم. العشاق الذوق الكراميل راه كتجي زوينه مع هذاك الطبقه ديال الكروستيون، كتجي زوينه زوينه بزاف. هذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج، وكنقول لكم شكرا على المتابعه ديال الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.